على بركة الله تمت مشاركتنا في مؤتمر بحث الطلاب الثالث في جامعة الكفيل، كان عنوان بدور رقابة القضاء الدستوري على الامتناع عن تشريع دراسة مقارنة. أما المؤتمر كحافز جعل أنه نستمر في الدراسة، كذلك أضاف أن صبغة جديدة في هذا الموضوع أنه نطور مهاراتنا بقضية البحوث وقضية الاجتهاد لهذه الأمور. نشكر رئيس الجامعة على هذا المؤتمر اللي خلق في هذه الجامعة، والشكر الجزيل كذلك لعميد كليتنا عميد كلية القانون المحترم. بمبادرة رائعة من رئاسة جامعة الكفيل بإقامة مؤتمر سنوي لمناقشة بحوث تخرج طلبة البكالوريوس للوقوف على المستوى العلمي ولتشجيعهم في تقديم المزيد من الإبداعات العلمية ولإعدادهم كباحثين في المستقبل في مراحل عليا ماجستير ودكتوراه. الحقيقة خطوة أعتقد أنه تكون فريدة أو بين الجامعات سواء الأهلية أو الحكومية أن تتكفل جامعة بهذا كذا مؤتمر ناجح من حيث الإعداد، من حيث الوقت المناسب وهو نهاية السنة، من حيث البحوث المشاركة والأساتذة المشاركين في المناقشات. فالحقيقة تجربة جيدة ورائدة، ويا حبذا لو أنه تكون الجامعات الأخرى حاذية أو تحذو حذو جامعة الكفيل في هذا الأمر. طبعا هذا المؤتمر ولد عندي تشجيع كبير حتى أقدم على الدراسات العليا وهي الماجستير، وإن شاء الله تكون انطلاقة جيدة. طبعا نشكر رئيس جامعة الكفيل. مناقشة بحوث التخرج للطلبة وكانت البحوث على المستوى المطلوب وأغلب وبعضها كان يصلح أن يكون عنوان لرسائل الماجستير وليس فقط للبكالوريوس، وإن دل على شيء فإن دل على حرص الجامعة ومتابعة الأساتذة المشرفين، فكل الشكر والتقدير لهم. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.